ثبات العطر من شخص الشخص يختلف، من مكان المكان يختلف، من ملابس الملابس الثانية يختلف. شلون؟ يعني مثلا انت تسأل صديقك تقول له هذا العطر ايش قد يثبت عندك، يقول لك مثلا هذا العطر يثبت عندي 10 ساعات 12 ساعة. انت تاخذ العطر ما يثبت ساعتين، المشكلة وين؟ بالعطر؟ لا مو بالعطر، المكان اللي هو به هو مكان بارد، مكان مغلق، مكان بيه تبريد. يعني مثلا هو موظف قاعد والتبريد يدق، او مثلا قاعد بالبيت شغله، او مثلا ما يشتغل قاعد بالبيت 24 ساعة، ثبات العطر يطول عنده اكثر من 10 ساعات واكثر من 24 ساعة. اما اذا انت شغلك بمكان حار تتعرض للشمس تتعرض للتعرق، العطر ما يثبت عندك ساعتين او ثلاثة. هنا شنو؟ هنا اختلاف المكان، اختلاف المكان اختلاف ثبات العطر. زين اكو تقول مثلا انا وصديقي بنفس الغرفة، هو يثبت عليه العطر وانا ما يثبت عليه العطر، ليش؟ هنا اختلاف الملابس. الملابس القطنية بها ثبات العطر يبقى هواية، ملابس اللي بيها نسبة نايلون ما يثبت عليها العطر هواية. اختلاف المكان إلى ثبات عطر معين، اختلاف الملابس إلها ثبات عطر معين، اختلاف الجسم، أكو جسم كل شوية يتعرق، كل شوية يتعرق. يعني أنت قاعدين بنفس المكان هو ناشف وكل شيء ما بيه وأنت تعرق، أنت ما راح يثبت عليك العطر مثل ما هو يثبت عليه. فالمشكلة بالمكان وبالجسم وبالملابس، أما العطر هو نفسه. أكو عطور ماركات صح ثباتها هواية، أكو عطور متوسطة، وأكو عطور مل ساعتين، هاي مل 2000 و3000. فاختلاف بيك أنت مو بس بالعطر. حبيت أوضح هاي الفكرة.